الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تأسست عام 2007، هي أولى الجامعات الوطنية الخاصة، ومنذ ذلك الوقت تمكنت الجامعة من ريادة مجالها محلياً وبذلت جهداً كبيراً للحفاظ على تميزها الأكاديمي وجودة برامجها بتطبيق أحدث المعايير العالمية وتنفيذ أفضل الممارسات الأكاديمية. كلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية هي الكلية الوحيدة في ليبيا التي تعتمد برنامج دكتور صيدلة، وذلك من خلال إعداد خريجين قادرين على تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة والمباشرة للمرضى، وذلك من خلال تنمية قدرات خريجي الكلية على العمل كأعضاء فاعلين في الفريق الطبي. وتماشياً مع رؤية الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، استحدثت كلية الصيدلة منذ سبتمبر 2016 برنامج دكتور صيدلة، حيث يتحصل خريج البرنامج على درجة البكالوريوس في 5 أعوام أكاديمية مقسمة إلى مراحل، ويتم التدريب السريري ضمن المرحلة المهنية للبرنامج، بالإضافة إلى فترة الامتياز المضمنة في السنة النهائية لدراسة الطالب، بما يؤهل الخريج للممارسة الصيدلانية الجيدة. تبنت كلية الصيدلة برنامج دكتور صيدلة بهدف رفع جودة مخرجاتها التعليمية لتتوافق وظائف المستقبل والمستجدات في مجالات الصيدلة، بتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للممارسة الصيدلانية بقدر عال من المهنية. توفر كلية الصيدلة لطلابها تجربة تعليمية متميزة من خلال اعتماد استراتيجية التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة وأساليب التعلم الحديثة، وقد صمم البرنامج طبقاً لأحدث الأساليب العالمية في التعليم الصيدلي، ويتم تنفيذه باستخدام استراتيجية تعليم تفاعلية تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس ومشرفين تعليميين وإكلينيكيين وفني معامل وإداريين مؤهلين ومدربين. كما تتبنى الكلية أساليب تقييم حديثة تضمن موضوعية وعدالة التقييم، مثل الفحص السريري، الفحص المعملي الموضوعي المنظم، بالإضافة إلى أساليب التقييم المستمر لمختلف الأنشطة التي ينخرط فيها الطالب على مدار العام الدراسي. توفر كلية الصيدلة جميع التسهيلات التي تمكن الطالب من تحقيق أهداف البرنامج، بما في ذلك القاعات الدراسية المجهزة، المختبرات المتطورة الآمنة، مختبرات المحاكاة، مختبرات المهارات السريرية، إضافة إلى خبرة التدريب في المستشفيات وصيدليات المجتمع. تعتمد الكلية برامج تعليمية وبحثية تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية في ليبيا، وإلى تطوير السياسة الدوائية من خلال المشاركة في إعادة هيكلة المنظومة الصحية في ليبيا. هذا وتعمل الكلية من خلال توطين الصلات العلمية مع الكليات والجامعات والهيئات المعنية بالممارسة والتعليم الصيدلاني الجيد محلياً ودولياً، بغية تطوير برنامج التدريب الميداني للطالب
وبرامج التعليم المستمر لتنمية الموارد البشرية. مثالاً على ذلك التعاون مع جامعة مونشان الأسترالية من أجل تدريب الطلاب وإكسابهم مهارات عديدة ضمن بيئة آمنة. وتتضمن الأقسام الأكاديمية بالكلية قسم العلوم الصيدلانية متضمناً الوحدات التالية: الكيمياء الصيدلية، الصيدلانيات، والعلوم الطبية الأساسية، وقسم الممارسة الصيدلانية متضمناً الوحدات التالية: الصيدلة السريرية، صيدلة المستشفيات، اقتصاديات الدواء، المهارات والسلوكيات المهنية. كما تم تصميم تدريب الطلاب في فترة الامتياز بحيث يقوم الطالب بتطبيق المهارات التي اكتسبها خلال دراسته كمهارات التحليل والتفكير المنطقي والعمل مع الفريق الطبي لحل المشكلات المتعلقة بالدواء ومتابعة حالات المرضى وتحديد الدواء والجرعة المناسبة لكل مريض وضمان استخدام الدواء استخداماً آمناً صحيحاً ومتابعة تأثير الأدوية والعلاجات المختلفة على المريض وتوفير المعلومات الخاصة بالدواء للكوادر الطبية والمرضى. حرصت الكلية منذ نشأتها على العمل وفقاً لمعايير المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتحصلت على الاعتماد المؤسسي عام 2008 والاعتماد المبدئي البرامجي لبرنامج بكالوريوس الصيدلة عام 2012، ومن ثم الاعتماد المبدئي البرامجي لبرنامج بكالوريوس دكتور صيدلة عام 2018، إضافة إلى تجديد الاعتماد المؤسسي للكلية عام 2022. وتقوم الكلية بالمتابعة الدورية لمكونات برامجها التعليمية والبحثية والمجتمعية بإجراء الدراسات الذاتية الدورية وفقاً لمعايير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. تحرص الكلية على المتابعة الدورية لأهدافها بمرجعية الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الصيادلة العالمي، هذا بالإضافة إلى المرجعية الدورية لمكونات برنامج دكتور صيدلة وفقاً للمعايير المرجعية للبرنامج، وهي معايير المجلس الكندي لاعتماد برامج التعليم الصيدلاني.